بسم الله الرحمن الرحيم. الرياضيات السنة أولى إعدادي. إذن نستكمل مع التمارين التي كنا قد رأينا فيما سبق. نشاط واحد، المسائل والعمليات. سالفي دفترك بخط كل مسألة بالتعبير الذي يمثل حلا لها. اشترى تاجر 120. فهم السؤال اللي فهمتيه؟ هل راك فهمتي نصف الجواب؟ اشترى التاجر 120 متر من التوب ب75 درهم للمتر الواحد، ما هو الثمن الكلي للتوب؟ شنو غنعملو هنا ملي شي واحد يعطيك واحد المساله، كيفاش يمكن لك تحطها وتترجمها والزائد ولا ناقص او زائد مع ناقص، فهمتي؟ وفيها الضرب الى اخره او فيها القسمه، ترجمها مثلا بديك الطريقه ديال الاقواس اللي كنا شفنا من قبل. ممكن انك تضع عمليات اخرى على حساب كل مساله. حنا غنشوفوا هذه المساله مثلا. اشترى تاجر 120 متر من الثوب. اشنو اشترى التاجر؟ 120 متر. متر ديال اش؟ ديال الثوب. ديال الثوب، يعني خدا واحد الرولو ديال الثوب. شحال الطول ديالو؟ 120 متر. شوف اشنو خدا دابا. خدا 120 متر من الثوب ب 75 درهم. 75 درهم المتر الواحد. كل متر مخلص له هو 75 درهم. ومترين شحال غيخلص ليهم؟ العمليه اللي غيقوم بها شنو هي في نظرك؟ مترين باش تلقاو الخارج. قولي بلا ما تخرجي. 15 100. لا شنو غيدير؟ عطي عندك 75 وخذ هو مترين، شرا هو 2 متر. شنو غيدير؟ عارف الثمن. باش يخرج هو الثمن غيديرها في الكالكيليتريس. غندير 75 في 2. 75 في 2. 75 في 2. وإلا شرى 10 الأمتار؟ 75 في 10. صافي. دابا هو شرى ماشي 10 الأمتار أو مترين، شرى 120 متر. شنو غيدير؟ ما هو الثمن الكلي للثوب؟ حيت هذا هو السؤال اللي مطلوب. مطلوب منك ما هو الثمن الكلي للثوب؟ مثلا إلا شرى مترين، ما هو الثمن الكلي للثوب؟ غتاخذ 75 غتضربها في 2. وإلا شرى 10 الأمتار، أشنو هو الثمن الكلي للثوب؟ غتاخذ 10 الامتار وغتضربها ب 75. دابا هو غنديروا 75 في 120. غنديروا 75 نضربها 120. اذا وريني تما فين هي العمليه اللي تتعبر عليها. انت عندك 120 ناقص 75، عندك 120 قاسم 75، عندك 120 زائد 75، وعندك 120 مضروبه ب 75. شنو هي العمليه اللي تتمثل لنا هاد اللي تترجم لنا هاد العمليه اللي قمنا بها؟ هي 120 في 75. صح، هذا فهمتي؟ حيت الهدف ديالهم هما عارفين كتخرجها، ولكن الهدف هو كيفاش تحط المسألة كي اللي غيدير لها 120 ناقص 75، وهي ماشي صحيحة. حيت هو شرا كل متر ب 75، إذا دوك الأمتار خاصهم قد ما تضوبلوا الأمتار خاص الثمن يتضوبل. الأمتار تضوبلوا 120 مرة، الثمن أيضا غيتضوبل 120 مرة. إذا ما معنى يتضوبل؟ يعني الضرب. فهمتي؟ اشنو المقصود بهذه؟ هاد وحدة شرات البدلة ب 75 درهم. الثمن ديالها. من بعد شنو دارت عاود ثاني؟ وشرات الكورة. الثمن ديالها. شحال شراتها؟ 120 درهم. 120 درهم. كم دفعت لشرائها معا؟ أنا بغيت نديرها في الكالكيتريس، شنو غندير؟ غنشوف الثمن الكلي اللي دفعت. غنشوف الأداء ديالها الكلي. هاد الشيء اللي شريت، شنو غنعمل؟ 120 زائد 75. إذا فين هي العملية اللي غتعبر عليها تما؟ هذه. زائد 175. إذا 75 زائد 120. ثم في السؤال الثالث، اشترى بقال 120 شنو؟ اشترى بقال 120 بيضة، باع منها 75 بيضة، كم بقي له من البيض؟ كم بقي له من البيض؟ إذا أنا غندخلها في الكالكيتريس وغنشوف شحال بقى لي من البيض، شنو غندير؟ غندير 120 ناقص 75. ناقص 75 حيت 75 بعتها. غنشوف انا اللي غيبقى عندي. اذا غنقص من هذاك الشيء اللي بعت. اذا فين هي العمليه اللي تتعبر عليها؟ هي الاولى 120 ناقص 75. ثم في السؤال الرابع، ثمن 75 درهم من الحجم الصغير هو 120 درهم، كم ثمن الدفتر الواحد؟ ثمن 75 دفتر من الحجم الصغير. دابا هادشي اللي غنذكرو ديال كلشي ديال 75 دفتر، شحال الثمن ديالهم كلهم؟
إذن هو 120 درهم. غنقسمها على 75. إذا عندنا واحد الثمن هو ديال 75 دفتر. بغينا نشوفوا الثمن ديال كل دفتر. إذا شنو غنعملوا؟ غنديروا عملية القسمة. إذا يا 120 قسم 77 حق 120 120 قاسم 75. 120 قاسم 75. إذا غنديروا 120 قاسم 75. نشاط 2 حساب بلا أقواس. حساب بأقواس. إذا كاين الحالات اللي غنستعملوا فيها الأقواس وكاين حالات اللي ما غنستعملوش فيها الأقواس. في بداية العطلة الصيفية كان وزن رشيدة خمسة وأربعون كيلوغرام، وفي نهاية ازداد وزنها بسبعة كيلوغرام، لكن بعد شهرين ينقص وزنها ب 2.5 كيلوغرام. ما هو من بين ما يلي التعبير الذي يمكنه من حساب وزن رشيدة بعد شهرين؟ إذا ما هو من بين ما يلي التعبير الذي يمكنه من حساب وزن رشيدة بعد شهرين؟ إذا في بداية العطلة الصيفية كان وزن رشيدة 45 كيلوغرام، وفي نهايتها ازداد وزنها ب 7 كيلوغرام، لكن بعد شهرين أنقص الوزن ديالها بكيلوغرامين ونصف. من بين ما يلي ما هو التعبير الذي يمكنه من حساب وزن رشيدة بعد شهرين؟ ما هو التعبير؟ ما هي الترجمة لهذا الكلام اللي قلنا؟ عندنا 45 زائد 7 ناقص كذا، أو 45 ناقص 7 ناقص كذا. هنديرو 45 زائد 7 ناقص 2.5. علاش؟ حقاش هنايا لبغينا نعرفو هادشي، هنديرو 45 زائد 7، خاطر هما قالنا زداد وزنها. خاصنا نزيدو ديك 7، ملي قالو زداد خاصنا نزيدو 7، كون قالو ناقص وزنها هنديرو ناقص. ناقص، إذا كون كان ناقص وزنها غنقصو، هما قالوا زاد وزنها، إذا غنزيدو من بعد ناقص وزنها. ملي قالوا ما ناقص وزنها ب 2 كيلوغرام فاصلة 5، شنو غنديرو حنا؟ غنقصو، إذا غنقصو 2.5. إذا العملية الثانية هي التي تعبر عن هذا الكلام. العملية الأولى على اليسار. تمتلك ليلى 75 درهما. تملك ليلى 75 درهما، اشترت معجما ب 50 درهما، وأقلاما ملونة ب 13 درهما. ما هو من بين ما يلي التعبير الذي يسمح بمعرفة ما بقي لها؟ يلا خرج لينا نشوف. عندها ليلى 75 درهم. ما تيقول لك التعبير؟ يعني بحال ما تيقولكش خرج، تيقول قول لنا غير التعبير. إذا تملك ليلى 75 درهما، اشترت معجما، اشترت ديكسيونير ب 50 درهم، وأقلاما ملونة ب 13 درهم. ما هو من بين ما يلي التعبير عن ماذا؟ ما هو التعبير الذي يسمح بمعرفة ما بقي لها؟ فما شنو هي العملية اللي تخلينا على حساب السؤال؟ شوف، كون قالوا لنا ما هو التعبير الذي يعبر عن ثمن ما اشترته، هذا حاجة أخرى. ولكن ما شنو قال لك؟ ما هو التعبير الذي يعبر عن ما بقي لها من المال؟ حيت داك الشيء اللي غيبقى ليها باش تحسبو خاصك اولا تشوف الثمن الكلي ديال داك الشيء اللي شريت. هي 75 ناقص 50 ناقص 13، غنخرج الخارج ونعرفو شنو باقي لها. اذا غدير 75 ناقص 50 ناقص 13. حقاش انا 75 اشتريت المعجم ينقص ليها 50 درهم، وشريت الملونة ينقص ليها 13. ولكن واحد القضيه انا واحد القضيه انا شوف، هذيك 75 ناقص 50 زائد 13 هي صحيح اللي قلتي. دابا غير حنا غنترجموا، كاين اللي غيترجموا بواحد الطريقه اخرى، غيقول لك شدينا هذيك 50 ياك، هي شريت معجم ب 50 ياك، وشريت الاقلام ملونه ب 13. اذا مادام هي شريت المعجم ب 50 وشريت الاقلام ملونه ب 13، علاش لي ما نزيدش المعجم على الاقلام ملونه ونقصوا من 75؟ وهذا الشيء اللي كاين في العمليه الثانيه، وصحيح ولا لا؟ يعني ان 50 زدنا على 13 باش لقينا شحال داك الشيء اللي شريت الثمن الكلي ديال داك الشيء اللي شريت، يعني ان شريت حاجه ب 50 وشريت حاجه 13. اذا علاش ما نضيفهمش هادو على بعضياتهم ونقصوا من 75؟ واش هذه العمليه صحيحه؟
هذه صحيحه والاخرى صحيحه، وحده فيهم صحيحه. ها العمليه الثانيه خاطئه. العمليه ديال 75 ناقص 50 زائد 13 خاطئه، ولكن باش تكون صحيحه شنو خاصنا نزيدوا ليها؟ هنا فين غتعرفي الدور ديال الاقواس باش تكون صحيحه. هاد الكلام اللي قلت لك راه ماشي هو اللي مترجم تما، ديال 50 زائد 13 باش نلقاو داكشي اللي شريت ونقصوا من 75، راه ماشي هو اللي مترجم تما، ماشي هو المعبر عنه في الحقيقه. لان شنو درت تما؟ شوف راه نقصت فقط 50، راه ما نقصت 13 تما. ملي درت 75 ناقص 50 راه نقصت فقط 50، اما 13 راه ما نقصتهاش اللي شريتها. زدتيها في العوض اللي غتنقصيها، زدتيها بحال لا بحال شي واحد جا وعطاها 13 درهم، ماشي خسرتها، فهمت ولا؟ ولكن باش تكون صحيحه، باش بصح ليلى شرات حاجه ب 50 وشرات حاجه اخرى ب 13، خاص دير باش نضيفهم، باش نضيفهم لبعضياتهم عاد نقصوا من 75 كما قلت لك في البدايه، اشنو غنعملوا تما؟ اقواس. اقواس، فين غنديروا الاقواس؟ تي فهمتي. إذن غنديروا 50 زائد 13 داخل الأقواس. إذن علاش؟ باش نخرجوا ديك العملية، هذه العملية هي الأولى وعاد نقصوا منها. باش نخرجوا ديك 50 زائد 13 هي الأولى وعاد نقصوا من 75. بمعنى آخر ديك ناقص ما غتبقاش ناقص ديال 50 بحدها ملي غنديروا الأقواس، غتولي ناقص داك الشيء كله اللي في القوس. حقاش لما ما خرجناش العمليه الاولى غادي تزاد ليها 13، غادي تزاد 13. اذا العمليه ديال 75 ناقص 50 زائد 13 ما تعبرش على الكلام اللي قلنا ديال ان 50 زدوا على 13 ونقصوا من 75. هو احنا ما نقصناش 13، احنا ما نقصناش 13 فهمت ولا؟ احنا نقصنا يلا 50 زدناها، ماشي غير نسينا 13 وزدناها بحال ربحاتها وهي بحق راه خاسرها، فهمت ولا؟ اذا كاين فرق بين العمليه اللي على اليمين وبين العمليه اللي على اليسار. والعمليه اللي على اليسار باش تكون صحيحه خاصنا نزيدوا لها القوسين، خاصنا نديروا 50 زائد 13 داخل القوسين. علاش؟ باش نضيفوا 50 13 هي الاولى بصح، باش نضيفوا 50 13 باش بصح نعبروا على داك الشيء اللي شريته ليلى وعاد نقصوا من 75. دابا داك الاقوس يعني ولينا التخرج هو الاول، يعني ولينا بان هذه العمليه راه بوحدها معزوله، ديال ان ليلى شريت واحد المجموعه ديال الاشياء خاصنا نضيفوها لبعضياتها باش نشوفوا، باش نشوفوا المجموع ديالهم هو الاول. تما هذه العمليه بوحدها اللي تخرج ما نزيدوش ليها شي حاجه اخرى تماما، وعاد غنقصوها من 75. هذا هو الدور ديال الاقواس. اذا نستأنف في الحلقه القادمه، حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.